كيفيه الكميات دي تم تجميعها وتم صرفها ازاي، خاصه ان احنا مش بنتكلم على قضيه واحده، احنا بنتكلم على مجموعه من القضايا في هذه القصه تحديدا، مش سكر بس ولا رز بس ولا زيت بس، كمان التحريات قالت انه في بعض اصحاب المطاحن في بعض المحافظات خزنوا كميات كبيرة من الدقيق المدعم لحسابهم الشخصي وتلاعبوا في قيد هذه الكميات، خاصة السؤال اللي حضرتك تسأل فيه أي كمية وزارة التموين بتصرفها للأشخاص اللي معهود عليهم. دول يا يسري يا يسري، دول 590 طن سكر و54 طن زيت، تمام، و30 منها من الزيت دول زيت مصفى، و18 طن أرز. يا يسري الحاجات دي اتحملت يعني؟ أصله ده لازم يتحمل. الحاجات دي كانت بتطلع يعني بتطلع إزاي من مخازن التموين للناس ديت؟ بتمشي إزاي في الشارع؟ هي وزارة، أنا ما عنديش سلسلة يعني إزاي الضوابط اللي هي بيتم الصرف فيه وزارة التموين، ولكن وفقا ده المواطن اللي معاه 2 كيلو سكر بيبقى مخبيهم تحت باطه. ما هو في جهات وزاره التموين متعاقده معاها ان هي بتديها كميات لتوزيعها للمواطن بالسعر الرسمي او السعر اللي هو وزاره التموين بتحدده. هؤلاء الاشخاص استطاعوا بالتواطؤ وبالتسهيل من بعض المتهمين في موجودين في وزاره التموين ان هم هو الراجل بتاع وزاره التموين ورد الكميه دي ازاي؟ يعني ده الكلام ده محتاج اساطيل عربيات ومحتاج تشوين، يعني ده مش واحد يكون عملها، يعني مش في واحد متعهد يا يسري، مش في متعهد مخزن وفي سركي وفي صادر وفي وارد وفي جرد للمخزن، السكر ده راح فين وجي منين؟ انا مستلم كذا، والسواقين ده عصابه يابا، ده مش كبير. ده بتوجه جرائم حجب سلع واحتكارها بهدف رفع الاسعار، ان الكميات دي زي ما حضرتك بتقول اكيد ما طلعتش في يوم واحد وتم تجميعها على ايام او على فتره زمنيه قريبه ان هم يستطيعوا ان هم يكونوا هذه الكميات. وحضرتك لو تتذكر قبل 3 اسابيع برضو كانت النيابه العامه برضو سلمت كميات من السكر لوزاره التموين في احد القضايا، كان عددها 63 طن، كانت موجوده في احد المخازن تم تجميعها وتم تخزينها وتم اعاده طرحها وبيعها تاني للمواطنين بالسعر الرسمي. في تلاعب وفي رشوه وفي تلاعب، ده حاجه اكبر من اوشن 11. اللي يعرف يهرب السكر ده ويمشيه في مصر ده اكبر من اوشن 11. حضرتك انت عارف انت بتتكلم على قد ايه كميات قد ايه؟ ال 590 طن دول يعني 590 الف كيلو، الطن 1000 كيلو. اتحركوا ازاي؟ مين اللي طلعهم؟ ركبوا ايه؟ وصلوا فين؟ اتباعوا فين؟ معقوله؟ ده تنظيم، ده مش واحد، 9، ده اكتر، اكيد معاهم عصابات. اعتقد ان هو رقم عدد المتهمين اللي هو تم الاعلان عنه ان هو 9، الرقم يفوق ده، ان هو بدليل ان احنا شفنا تحريات كبيره والتحقيقات لم تنتهي يا استاذ عمر حتى هذه اللحظه. يا استاذ طارق حضرتك بتقول لي دي واحده يا يسري، دي واحده يا يسري. استاذ طارق انت بتقول لي هم 900 طن مش كده؟ سكر الطن 1000 كيلو. طيب الكميات دي تمشي ازاي؟ أنا بصيت في الرقم 3-4 مرات. طب والزيت؟ إزاي يا جماعة؟ يعني في حاجة غلط أكيد، يا في الأرقام يا في الناس يا في حبايبنا. يعني الأرقام ما فيهاش غلط يا أستاذ عمرو، إن دي بيانات رسمية صادرة من الجهات القضائية. طيب لأن أصل الأستاذ طارق بيقول لي لا، يعني شوف الرقم، ببص أهو في الرقم كمان 900 مش 590. على رأي المسؤول اللي دخل معانا قال لك البلد كلها بتعمل بسبوسه.
زميلنا يسري البدري مساعد رئيس تحرير مصر اليوم النهاردة معانا عشان يكلمنا على بعض الحوادث الغريبة جدا، منها صاحبة الشعر المنكوش في منطقة 6 أكتوبر الشيخ زايد. نشوف ايه الحكاية وايه الموضوع. اهلا يسري، ازيك؟ اتفضل. استاذ عمرو، ازي حضرتك؟ ايه الحكاية؟ صاحبة الشعر المنكوش الداخلية طلعت بيان عن هذا الامر. هو احنا بالفعل بنتكلم على واقعة كان البطل فيها مواقع التواصل الاجتماعي. مواقع التواصل الاجتماعي خلال ال 48 ساعة اللي فاتت تناقلت بعض المعلومات عن وجود سيدة ذات الشعر المنكوش وبتبدو عليها علامات لعدم الاتزان، وفقا لمقطع فيديو تم تداوله. مقطع الفيديو ده مدته ما يتعداش 28 ثانية لأحد السيدات، هي وبتخرج من مدخل إحدى العمارات في مدينة الشيخ زايد، ثم تلاها مجموعة من الرسائل الأهالي بيتداولوها فيما بينهم، إن هذه السيدة بتعتدي على الأطفال وإنه في إصابات في بعض المستشفيات منها مستشفى زايد العام. طب ويعني هم ال 28 ثانية دول طلعوا إن في أطفال وبتتعور وكل حاجة، يعني هي ما بتدلش على حاجة، دي ست قاعدة بتتنطط في الطرق يعني. مقطع الفيديو بدأ الأول تداوله، ثم أعقبه رسائل متداولة على الفيسبوك على الواتساب والفيسبوك، الأهالي بيحذروا بعضهم إن هم في سيدة، مرة يقولوا رجل مبتورة، ومرة يقول لك لا ده بتعرض، مرة يقول لك القصة الداخلية. على طول بمجرد تداول هذه المعلومات تم رصدها، تم التعامل معها، تم التوصل للسيدة اللي رفعت أول مقطع فيديو، تم استجوابها، قالت إن هي كانت داخلة العمارة بتاعتها يوم 18، شافت سيدة رست الملابس وبتزك على رجلها أو مبتورة الرجل، حاولت إن هي تنهارها، والسيدة مشيت دون أن تحدث أي تلفيات أو تعتدي عليها أو تعترض طريقها. بعد كده الداخلية بدأت تفحص مجموعة من الرسائل، 7 أو 8 رسائل على تطبيق الواتساب لسيدات وأهالي منطقة الشيخ زايد بيحذروا الناس من هذه. طب خلينا نسمع يعني رسالة صوتية من دول. بصوا يا جماعة، أنا في خبر وحش هقوله، بس أنا بقوله علشان نخلي بالنا من ولادنا ونخلي بالنا من نفسنا. أنا في حد شغال في المستشفى العام، عارفاه معرفة شخصية. الحد ده قال لي إن في واحدة منتشرة، كانت منتشرة طول النهار وفي وقت الصبح بالأكتر عند المستشفى العام. الست دي شعرها منكوش وبتزك على رجليها. الست دي كل ما تمشي جنب ستات، جنب بنات، جنب أطفال، بتطلع سكينة من شنطتها وتشق بطنهم 2. في 3 حالات ماتوا في المستشفى العام، وفي كذا حالة أطفال بين الحياة والموت، وفي أطفال توفت في مستشفى زايد التخصصي. الخبر ده يا جماعة أكيد، والحد اللي قاله لي دي قايلالي من جوه المستشفى. واخر النهار كانت بتجري ورا المدرسين في المعهد الازهري، بتجري ورا المدرسين وورا الاطفال، لان المدرسين عرفوا الخبر، فهم شايفينها ست شعرها منكوش ورجليها بتطلع من العماره. وفعلا كنا خايفين وبنبص هنا وهنا، لقيتها يا ماما جايه وجرت علينا، رجليها مقطوعه، هي برجل واحده. هو قال لي ما ليش مقطوعه، قال لي برجل واحده ووشها متقطع. وطلعنا نجري، فهي مطلوبة من المباحث ان هي من عايزين يشوفوها موجودة فين عشان يقبضوا عليها. هي بتجري يا جماعة، لسه باعتين فيديو ريكورد قصدي دلوقتي، بيقولوا ان هم شافوها في الحصري، كانت قصاد الكشك اللي هو اسمه الانب الجائع، هو معروف قوي عندنا في الحصري اللي هو قصاد الجامعة. طلعت بيقولوا شافوها هناك، وبيقولوا بتبقى موجودة الصبح بدري قوي. يا يسري، عمرو ايه؟ طب هم الناس دي كلها فبركت يعني الكلام؟ يعني دي كذا، ده دي نماذج للرسائل الصوتيه، يعني كل الناس دي اتالفت قصص ولا ايه الحكايه؟ يعني الموضوع ده اتفبرك كده ازاي يعني؟ الرسائل دي عباره عن اهالي بيتناقلوا فيما بينهم، بيحذروا بعض من حاجه وهميه، عباره عن مقطع فيديو موجود
لسيده قد تكون مهتزه نفسيا، قد تكون خارجه من احدى المصحات، قد يعني في عدد. ايوه بس الناس ديت عملت كده ليه؟ ده وشفناها في الحصري وشفناها مش عارف ايه وشايله سكينه بتشق بطن الناس طول ما هي ماشيه، حدوته صعبه يعني مش سهله. الداخليه فحصت الثلاث مقاطع اللي حضرتك عرضتهم وراحت للثلاث مستشفيات او المستشفيات اللي تم ذكرهم، ومنهم السيده اللي بتقول ان هي جايبه معلومه انه في ثلاث اطفال موجودين في المستشفى العام. راجعوا كافه السجلات الخاصه بالمستشفى، مستشفى العام ومستشفى زايد التخصصي، تم مراجعه كافه المحاضر اللي موجوده في اول اكتوبر في زايد، في كل المحاضر اللي هي خاصه لفترات زمنيه بعيده، ما تمش رصد ولا تم وجود اي بلاغات او اي اطفال موجوده او اي اطفال تم الاعتداء عليهم بالطريقه اللي بيتم اللي تم ذكرهم في الفيديو. بناء عليه تم اتخاذ الاجراءات القانونيه وجاري استكمال الفحص لتحديد الست دي موجوده فين، اللي هي اللي بيقولوا عليها السيده سفاحه الشيخ زايد او السيده المنكوشه او السيده المجنونه، كمان بيحددوا القائمين على نشر عدد المقاطع، عدد من المقاطع الصوتيه لمعرفه ايه الاسباب اللي دفعتهم للقصه دي. القصه دي يا استاذ عمرو بتعيد لينا بالاذهان قبل بالظبط ثلاث اسابيع كان في بيان منشوب لوزاره الداخليه بيحذر المواطنين في مصر ان هم هيجوا لكم حد من مسؤولين شركه الغاز ومسؤولين شركه الميه ومسؤولين من الصحه ومحدش يركب الاسانسيرات مع بعض على اساس الناس دي هتخدركم وهتسرق مصوغاتكم. الداخليه برضو تعاملت مع هذا البلاغ وطلعت بيان قالت انه البيان ده الفيديو ده او الكلام ده غير صحيح، وانه الفيديو ده تم تداوله في 2017 و2018 والفيديو والكلام ده كان منسوب لاحد الدول العربيه، البيان ده كان لاحد الدول العربيه وتم التعامل فيه وتم اصدار بيان وقتها وعدد كتير من الشائعات. طب الست المنكوشه دي فين؟ ولا دي ما نعرف؟ لا جاري البحث عليها في كل النطاق الثلاث اماكن اللي تم ذكرهم في البويسات على اساس ان هم يعرفوا ويحددوا مكانها، خاصه ان احنا بنتكلم على الواقعه دي تم تداولها خلال 48 ساعه اللي فاتت بس، هي الواقعه بدات يوم 18 من مقطع الفيديو اللي هو مدته 28 ثانيه فقط. بيصرفوا اغلب صرفهم في الدواء على خمس ادويه. في سنة صرفوا 5.5 مليار جنيه على خمس أدوية بس، هم دول الأدوية المحببة للمصريين أو أن المصريين بيستخدموها كتير أو أن المصريين يعني مستعدين ينفقوا عليها إنفاق كبير. خمس أدوية اتصرف عليهم 5.5 مليار جنيه، ولما تشوف أسامي الأدوية دي هتعرف المصريين بيحبوا إيه أو أمراضهم إيه أو إيه الحاجة الدارجة عندهم، ولذلك هم بيستخدموا الأدوية دي بالتحديد. نحن نتحدث عن أسماء أدوية بعينها لأمراض بعينها. الدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة مصر، أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا أستاذ عمرو، أهلا بالسادة المشاهدين. الأرقام دي جت منين؟ يعني الأرقام دي طبقا لإيه؟ طبعا في شركة متخصصة حاجة اسمها اي ام اس بتبقى كل سنة كل ثلاث شهور كل كوارتر بتعمل حجم مبيعات الدواء على مستوى مصر كلها، أكثر من 16,000 صنف دواء مسجل في مصر، فبينزل كل فترة الدواء ده بقى قد إيه ونسبة الجروث قد إيه أو حصل فيه ديكلاين أو كده، يعني ده اللي حصل في الخمس مستحضرات اللي حضرتك تفضلت وأشرت ليهم. الخمس مستحضرات دول هم أكيد ريفليكشن لأمراض عند المصريين، يعني الإقبال عليهم يبين الأمراض اللي موجودة عند المصريين. لا بالعكس يا فندم، عايز اقول لك على حاجه، ده ملوش علاقه بالامراض نهائي اللي عند المصريين، لان انا عندي مشكله كبيره جدا في سوء استخدام الدواء مع المواطن المصري. يعني في منهم احد المستحضرات رقم 2 ده ماده مضاد حيوي،
اللي هو الاوجمانتين، بغض النظر اسم التجاريه ماده اسمها موكسيسيلين، لان الماده الفعاله اسمها كلافيولينيك. اكثر من 15 شركه بتنتجه في مصر. لا يعني المصريين بالنسبه لهم الاوجمانتين ده على طول اول ما يجي. المشكله يا استاذ عمرو في ان اللي عنده صداع عايز يروح ياخد مضاد حيوي، اللي ركبته وجعه عايز يروح ياخد مضاد حيوي، وده طبعا بسبب سوء استخدام الادويه بشكل عام، وخاصه المضاد الحيوي. المضاد الحيوي لازم تتعطى تحت اشراف طبي، لازم اكون عامل مزرعه، او لازم اكون اشتغل حاجه اسمها امبيريكال ثيرابي، ان انا اذا مثلا بالاطفال بالظبط، ودي مشكله الكبرى مع الاطفال. طفل راح يكشف عند دكتور، اول حاجه يطلع عليه دكتور شاطر، ارجع بقى مضاد حيوي اعلى 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 تركيز واقوى مضاد حيوي. وده طبعا التعامل، وده الازمه الكبرى لازم الناس تاخد بالها منها. انت بتتعامل مع ميكروب، فلازم تتعامل معاه بحرص، عشان ما ينفعش ادخل في مساله مقاومه المضادات الحيويه اللي العالم كله بدا يشكو منها. احنا كل يوم بنكتشف دواء سكر جديد، دواء ضغط جديد، لكن المضادات الحيويه بتاخد كل كام سنه بتكتشف مضاد حيوي جديد. وده اللي حصل بعد ازمه كورونا، لازم العالم كله والعالم الصحي كله بدا ياخد باله، ويا ريت في مصر الناس تبدا تاخد بالها. حضرتك ما تروحش تطلب مضاد حيوي من دماغك، لازم يبقى كاشف. للاسف حتى احنا كصيادله بنعاني مع الجمهور، لا اديني المضاد الحيوي يا سيدي، انت ما عندك مش مثال مضاد حيوي، لان 90% خاصه اللي من دول يا استاذ عمرو، 90% من الاصابات اللي بتظهر من دول فيروسيه. ما ده المضاد الحيوي، خلاص فاهمين. انما مثلا لقينا في التقرير اللي هو اللي هي مشتقات الباراسيتامول اللي هو البنادول والحاجات دي. اولا هو طبعا باع يمكن بحوالي مليار وواحد من عشره، مليار و100 مليون جنيه من 9/22 9/23، حصل جروث فيه حوالي 44%. عدد الوحدات المباعه منه بكل تركيزاته وباشكاله 38 مليون وحده. يعني البنادول ده اكتر حاجه اتباعت. دي مشكله. طبعا دي مصدر. طب دكتور محفوظ، الصيدلي برضه ليه دور. يعني انا لما بروح له اقول له ايه عندي برد، اديني حاجه للبرد، اديني مش عارف ايه، دايما يرشح لك حاجه معينه او اسم معين. لو هو بيطلع لي من عنده حاجات تانية ويقول لي على فكره ده نفس الماده الفعاله وارخص واحسن وبتاع، هنشتغل. الصيدلي يا فندم يا استاذ عمرو بيقول الكلام ده في اليوم 100 مره. للاسف الشديد زي ما قلت لحضرتك، العميل جاي حافظ حاجه معينه ومصمم عليها. الكلام اللي تقول حضرتك كلام في منتهى الخطوره. محتاجين فعلا نعزز الثقه ما بين الشارع الصيدلي وما بين المواطن المصري. لو قدرنا نكسر الحته بتاعه عقده الخواجه والدواء المستورد، اعتقد ان احنا في مصر هنخطو خطوات جباره في سوق الدواء. احنا سوق الدواء في مصر يا استاذ عمرو حاليا يعني يعدي 200 مليار جنيه مصري. سوق الدواء في مصر سوق رائع، سوق قوي جدا طبعا، سوق قوي جدا، سوق قوي جدا. مصر مصر كلها بتاخد ادويه. محتاجين، ما هو خلي بالك، ما هو برضه البنتابرازول اللي حضرتك بتتكلم على الدواء اليابان وغيره، هو في مشكله كبيره ان هو بيستخدم مع جميع التخصصات. يعني ممكن حضرتك تروح دكتور عظم يكتبه لك، دكتور بطن يكتبه لك، دكتور قلب يكتبه لك، عشان المعده. كنترلوك ده لازم عشان طبعا، خاطر كمان ايه، لما يكون حد بياخد مسكنات كتير فبيقلل هو الحده بتاعت التهابات والطرح اللي ممكن نعملها. المسكنات الكتير اللي هو برضه من خلال برنامج حضرتك، برضه المسكنات يا جماعه، كثر المسكنات غلط. المسكنات ممكن تدمر الكلى، المسكنات مسؤولة عن حضرتك بقى. كل ده هيقف لما يبقى صرف الدواء في مصر بروشتة. يصرف الدواء بروشتة لما تعمل تكتمل منظومة التأمين الصحي الشامل. قدامها 15 سنة. لا اعتقد ان احنا ان شاء الله، يعني احنا املنا كبيره وطموحنا اكبر، ان ال 15 سنه ممكن هو ما هو طول ما انا بخش اقول له اديني كذا وكذا وكذا، زي ما بجيب الجبنه في السوبر ماركت، هتفضل دي الحكايه. حضرتك عشان خاطر انا يجي لي مريض يقول لي انا عايز دواء للضغط الفلاني، اقول له لا هات له روشتة، هو جاي لي من سوهاجه وجاي لي من اسيوط، واخليه يروح للطبيب يكلف له 400 500 جنيه عشان يصرف له الدواء والروشتة ضاعت منه، وفي الغالب هيحصل اوت اوف بوكيت ماني اللي طالع من جيب المريض اضعاف اضعاف اللي حاصل حاليا. المنظومه كلها يا استاذ عمرو. لا يا فندم، ما هو دي واحده دكتور محفوظ، هو قرر انه هياخد دواء الضغط ده بناء عن ايه؟ ما هو الطبيب هو كاشف عن طبيب. عند الطبيب، والطبيب كاشف عند لانه دواء الضغط ده مش هناخده بالمراسله، ده بدكتور، او دواء سكر ضاعت الروشته منه. حضرتك راح ساب سوهاجه وساب بلد هو فيه، راح في حته ثانيه اشتغل. حضرتك بره ده. لا بره حلوا الحكايه ديت الكترونيك. ايوه الكترونيك. اول ما بتديله يا دكتور محفوظ، احنا عشنا بره،
اول ما بتدي له الروشته بتاعتك بتتسجل مركزيا في اي حته. ان عمرو اديب خد دواء سكر النهارده. كل واحد ليه خلاص. اي دي معين كل واحد ليه رقم معين وبيتكشف عندي في الصيدليه، وكمان بيتكشف وخد الدواء دي قد ايه وخد جرعات قد ايه والكلام ده كله. وعمر ما حد بقى هيتاجر في دواء، وعمر ما حد هياخد دواء وينقصه من السوق، لانه اللي بياخده ما هو ده التحول الرقمي اللي بدات الدوله تنهجه في الفتره الاخرانيه، واعتقد وزاره الصحه بدات تقطع شوط كبير جدا فيه. تأكد يا استاذ عمرو، احنا المنظومه الصحيه في مصر رائعه، احنا على مستوى الشغل الطبي اشطر صيدله في الوطن، اشطر صيدله في العالم، صيدله مصريين، وحضرتك تأكد من كده، اسال بره في كندا واستراليا وامريكا. يا فندم محدش بيقلل من الصيدلي المصري، ليه؟ الصيدلي المصري ده اقوى صيدلي، لانه طول اليوم مش حد بيجيب له روشته ويقول له اصرف لي دي، ده بيخش له الناس اللي عيان واللي عنده انفلونزا واللي بطنه بتوجعه واللي 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 مظبوط. كل يوم بيباشر وبيشوف مليون حاله، فخلاص بقى مبهوط. عنده خبره، ده الدواء ده لايه وده الدواء ده لايه وكل حاجه، محدش بيتكلم مبهوط. على الصيدلي المصري انما احنا بنقول ايه؟ انه زي العالم كله حضرتك ما ينفعش تخش تاخد الدواء ادويه معينه، حتى حاجه محدش بيتكلم على الصيدلي المصري انما احنا بنقول ايه؟ انه زي العالم كله حضرتك ما ينفعش تخش تاخد الدواء ادويه معينه حتى، يعني مثلا اللي انت بتتكلم عليه اللي هو الباراسيتامول والبنادول والحاجات دي في كل حته في العالم تاخدها اون ذا شيلف عادي، انما انما الدواء ضغط، دواء سكر، دواء غده درقيه، دواء كذا كذا، ده ما ينفعش اقول له اديني اتنين من ده وتلاته من ده. ما هو شوف يا صاحبي، هو ما فيش حد يجي يقول لي انا عايز دواء سكر وما عنديش سكر، اكيد واخده عشان يستخدمه عشان عنده سكر. يعني سوء استخدام الادويه مش في النقط دي، سوء استخدام الادويه في الادويه المسكنه، في الادويه اللي بيستخدم المريض بيجي يطلبها زي مثلا نص قرص، دي قصه مختلفه. ما ده اسوأ واسوأ. لكن انا عايز اقول لحضرتك على مفاجاه يا استاذ عمرو، هتكلم على خمس اصناف باعوا بحوالي 5 مليار. عارف احنا حضرتك عدد الوحدات المباعه في السوق الخاص في مصر كام مليار يونت في السنه؟ رقم 4 مليار يونت. 4 مليار يونت، 4 مليار. ركز بقى في الكلام اللي بقول لك ده، 93% منهم كيونت مصري مصنوع في مصانع مصريه. هايل. 7% يونت، 7% منهم مستورد، يعني عندي 3,720,000,000 وحدة دواء في مصر بتصنع في مصر بتطلع من مصانع مصرية. عظيم. وحوالي 280,000,000 علبة دوائية من الخارج مستوردة من الخارج. ركز بقى كمان ده كمان. ال 93% دول عدد الوحدات الدوائية يقابلهم كام بالمصري؟ 150 مليار جنيه. اللي هم 93%. أيوه. ال 7% مستورد 50 مليار جنيه. يا نهار ابيض. لانه ارخص دواء في العالم. انا لو السعر اللي عندنا بتتكلم زياده ومش زياده والكلام ده كله، احنا ما زلنا حتى هذه اللحظه ارخص دواء يتم تداوله.